ايش اكثر التخصصات اللي اصحابها ندمانين عليها والتخصصات اللي اصحابها مبسوطين فيها؟ على طاري واحدة من الدراسات اللي صارت على عدد من خريجين امريكا، كانوا بيشوفوا الناس اللي ندموا على تخصصاتهم والناس اللي لا بالعكس مبسوطين بهذا التخصص. وش طلعت النتائج؟ فلقوا انه من اكثر التخصصات اللي الناس ندمانين عليها هي الصحافة. افا مثلا 87% من اللي اجروا عليهم الدراسة ما كانوا راضيين. علم الاجتماع، الاحياء، علم الاجتماع، ومن اكثر التخصصات اللي اصحابها كانوا راضين عنها ولو رجع فيهم الوقت راح يختاروها تخصص الكمبيوتر، الهندسة، التمريض. حلو. وطبعاً هذا التقييم بناءً على مدى سعادتهم وكمان العائد المادي من وراء هذه التخصصات. بيض الله وجهك. دقيقة هذه التخصصات راح تعدي عليك بكثرة وراح يقول لك هذا الأكثر طلباً وهذه الأكثر سعادة. هذه مفترض أنها ما تغير في قرارك شيء بقد أنك تطلع أكثر على كل الخيارات الموجودة. إلا ما سمعت عن أكثر الحسابات اللي لما تابعوها الناس ما ندموا عليها؟ لا عاد هذه سهلة خوي، أنا ما غير.